ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية أرحب بضيفتي الصحفية أمل معمي. صباح الخير أمل. صباح الخير إسماعيل لك ولجميع المشاهدين. أمل، نرى تطورات الحاصلة فيما يخص الهدنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة. آخر التطورات، حماس تقبل الهدنة وإسرائيل تتمسك بالاجتياح، كيف تقرؤون هذا التناقض؟ نعم إسماعيل، في الحقيقة هناك ارتباك لدى الجانب الإسرائيلي. يعني اليوم نتنياهو هو في مأزق حقيقي، وخاصة مأزق داخلي، أقصد داخل إسرائيل. وأيضا هو يشعر أنه وقع في فخ دبلوماسي، لأنه لطالما حاول عرقلة هذه المفاوضات وتخريب هذا الاتفاق وعدم التوصل لأي اتفاق لتكون له ذريعة. يعني حاول قبل أيام عبر تصريحات مستفزة لحماس أن يعرقل هذا الاتفاق، وبالتالي عدم قبول حماس وتكون ذريعة له لشن عملية عسكرية واسعة في رفح. ولكن جاءت موافقة حماس على هذا الاتفاق وهذه الورقة، لكن يبقى نتنياهو يعرقل هذا الأمر، والجانب الإسرائيلي يقول أنها ليست نفس الورقة التي تم الاتفاق عليها من الجانب الإسرائيلي، وأنه تم تخفيف بنود هذه الورقة. ولكن بحسب مسؤولين يعني مطلعين على سير المفاوضات وعلى هذه الورقة، يقولون أنها هي نفس الاتفاق ونفس الورقة التي طلعت عليها إسرائيل في 27 نيسان منذ أيام طبعا. ولكن إسرائيل تبحث، أو نتنياهو بشكل خاص يبحث عن ذرائع وعن أي وسيلة للمضي في العملية العسكرية. طبعا العملية العسكرية التي يقوم بها الآن في داخل رفح هي ستكون محدودة، وهي طبعا من أدوات التفاوض إسماعيل. يعني دائما الساعات القليلة التي تسبق التوصل إلى أي اتفاق تكون مشحونة دائما من الطرفين. يعني كل طرف، إن كان إسرائيل وإن كان حماس، يريد أن يظهر للطرف الآخر أنه في أوج استعداده لأي مرحلة قادمة، حتى إن كان إعادة القتال. تحدث أن نتنياهو اليوم هو في مأزق كبير داخل إسرائيل، لأن أهالي المحتجزين أو الرهائن لدى إسرائيل بعد أن سمعوا أن حماس وافقت على الهدنة خرجوا في مظاهرات حاشدة أمام منزل بنيامين نتنياهو، وطالبوا بالموافقة الإسرائيلية على هذا الاتفاق. وبالتالي هم قالوا أن حماس وافقت على المقترح، وعليكم أيضا الجانب الإسرائيلي أقصد أن توافقوا على هذه الهدنة، وبالتالي أن تعيدوا إلينا أبناءنا المحتجزين لدى حماس. إذن هناك مأزق اليوم، بنيامين نتنياهو يواجه مأزق داخلي، لأن بعد الانتهاء من هذه الحرب الكل يعلم أنه ستكون هناك مساءلة قانونية لنتنياهو، عدم التوصل إلى الأهداف العليا للحرب وما كان يقول بالقضاء النهائي على حماس. هناك محاكمات تنتظر نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، ربما هناك انتخابات مبكرة، وحسب استطلاعات الرأي أن نتنياهو لن يفوز بها. إذن نتنياهو اليوم نستطيع أن نقول أنه في فخ، نعم إسماعيل، هو في فخ دبلوماسي ومأزق داخلي أيضا. تفضل. أيضا يعني أمل، الكرة أيضا في اليوم في ملعب إسرائيل، ولكن يعني أيضا على الجانب الفلسطيني كان هناك أيضا فرحة في قطاع غزة، ربما بأن الإعلان عن اتفاق سوف يبعد شبح اجتياح مدينة رفح وبتداعياتها الكارثية. أمل، يعني قبل أن ندخل في موضوع عملية الاجتياح في حال إن تمت اليوم، ما أبرز يعني تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس؟ الورقة التي تمت موافقة حماس عليها، وبحسب يعني صحيفة الشرق الأوسط نشرت اليوم، أن المرحلة الأولى هي وقف إطلاق النار لمدة 42 يوم، إطلاق سراح 33 من الرهائن
الإسرائيليين مقابل عدد جيد من الأسرى الفلسطينيين. سحب إسرائيل قواتها جزئيا من غزة والسماح للفلسطينيين بحرية الحركة يعني من الجنوب إلى شمال القطاع، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إسماعيل أيضا تكون لمدة 42 يوم، أن يكون هناك اتفاق لاستعادة هدوء مستدام. هذه هي نقطة الخلاف التي إسرائيل تقول أنها لم تكن موجودة في هذه الورقة. طبعا هي عبارة قال مسؤول مطلع على المحادثات أن إسرائيل وحماس اتفقتا عليها من أجل عدم مناقشة وقف دائم لإطلاق النار. هنا طبعا المعضلة، هنا الخلاف التي يعني إسرائيل تقول أنها لم توافق عليها. طبعا وفي المرحلة الثانية يتم انسحاب كامل لمعظم القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق حماس سراح أفراد قوات من الاحتياط الإسرائيلي وبعض الجنود طبعا مقابل أسرى فلسطينيين. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إسماعيل أيضا تمتد 42 يوم، يتم الانتهاء من تبادل الجثامين، البدء في إعادة الإعمار وفقا لخطة تشرف عليها كل من قطر ومصر والأمم المتحدة، وإنهاء الحصار الكامل لغزة. هذه هي المراحل الثلاثة التي جاءت في الورقة التي وافقت عليها حماس، واليوم تدعي إسرائيل أنها هناك هناك بنود مخففة، وكنت أتحدث عن الهدوء المستدام الذي هو يعني يعتبر نقطة الخلاف ما بين الطرفين. ولكن أعتقد في النهاية أنه ستكون هناك هدنة، ستوافق إسرائيل، لأن كل ما يقوم به اليوم بنيامين نتنياهو من هذه المناورات وهذا الذهاب بعملية عسكرية جزئية في رفح هي لتحسين شروط التفاوض. أيضا هناك نقطة أخرى، أن بنيامين نتنياهو يريد السيطرة على معبر رفح لقطع الإمدادات عن حركة حماس، لأنه يعتقد أن الجانب الإسرائيلي يعتقد أن الإمدادات العسكرية تأتي من معبر رفح طبعا عبر الأنفاق. هو يريد السيطرة على هذا المعبر تسليمه فيما بعد لمن يريد، وأكيد لن يكون ولن تكون حركة حماس. هو يريد أن يكون معبر رفح خاليا من حماس، هذه النقطة. النقطة الثانية أنه يريد أن يقول للداخل الإسرائيلي وزرائه المتشددين، أنت تعلم أن معسكر سموتريش وبن غفير هم يريدون الذهاب إلى هذه العملية العسكرية في رفح ولا يريدون أي اتفاق. هو يريد أن يقول لهم أنني ذاهب في عملية عسكرية وأنني أقوم بعملية عسكرية. هذه العملية الجزئية في رفح هي لحفظ ماء الوجه ولإسكات نوعا ما المعسكر الرافض، المعسكر اليميني في حكومته. نعم اسمعي. طيب أمل، يعني في هذه الجزئية أنت تقولين بأن يعني أي اجتياح محتمل لرفح سوف يكون يعني باجتياح يعني نقول جزئي أو محدود لرفح أو سيطرة على بعض النقاط مثل المعبر مع مصر أيضا يعني من الجهة الفلسطينية. اليوم يعني كيف تقرأين موضوع الاجتياح المحتمل وأيضا بتداعياته الكارثية على الفلسطينيين وبتداعيات السياسية مع مصر؟ أكيد إسماعيل ستكون له بداية أن تداعيات الإنسانية، يعني أنت تعلم أن معبر رفح هو يعني يحوي أكثر من 1.5 مليون من النازحين الفلسطينيين، يعني بالتالي ستكون النتيجة كارثية. طبعا هو يتحدث عن إجلاء المدنيين إلى مناطق إلى المواصي، أن هناك مناطق آمنة، ولكن العدد كبير جدا، حتى لو تم إخلاء جزء منهم فالعدد كبير. إذا ما تمت أي عملية عسكرية في رفح النتائج ستكون كارثية، وأكيد لن يقبل بها الجانب الأمريكي الذي هو يعني طرف في هذه المفاوضات، وربما هو الضامن الوحيد بالنسبة لإسرائيل لوقف هذه الحرب. الجانب المصري طبعا هو في الفترة الأخيرة كان على أهبة الاستعداد، كان هناك تحركات مصرية، استعدادات مصرية في الجانب الآخر. هو أيضا لا يريد أن تكون هناك عملية عسكرية، لأن أي اجتياح لرفح
السكان المدنيين هم مضطرون للذهاب إلى سيناء، يعني ماذا ستفعل مصر فيما تم اجتياح الحاجز الموجود أو الأسلاك الشائكة الموجودة هناك؟ يعني ستكون هناك أزمة دبلوماسية وأزمة سياسية وأزمة إنسانية في منطقة رفح لن يقبل بها أحد من الأطراف. اليوم بنيامين نتنياهو هو يناور في هذه المرحلة، كما تحدثت لك إسماعيل، هو يريد أن يحفظ ماء الوجه، أن يقدم ولو نوع من النصر، قمت بهذه العملية، أنني قمت باجتياح رفح ليحسن شروط التفاوض وأيضا للضغط على حماس لتنازلات أكبر، لأن المفاوضات لم تنتهي بعد. صحيح حركة حماس وافقت وهناك فرحة عارمة في داخل غزة، ولكن لم يتم الاتفاق النهائي، يعني الطرف الإسرائيلي لم يوافق بعد على ما وافقت عليه حماس. طبعا هناك جولة لويليام بيرز رئيس المخابرات الأمريكية CIA الذي كان موجودا في قطر، واليوم هو سيذهب إلى القاهرة. طبعا إسرائيل تتحدث أنها سترسل وفد إلى القاهرة اليوم أو غدا يعني بحث هذه الموافقة وهذا الرد من قبل حماس. أعتقد أن اجتياح رفح سيكون جزئيا إسماعيل، لأنه الآن موجود 3000 جندي فقط إسرائيلي في منطقة رفح، وإذا ما كان هناك اجتياح كلي فهي تحتاج إلى أكثر من 20,000 جندي. يعني وحتى أنه العمليات العسكرية موجودة في غلاف رفح، كل هذا تحدثنا وسأعيد أن كل هذا يريده بنيامين نتنياهو لحفظ ماء وجهه وليقدم أيضا. أنت تعلم أن هناك معسكرين داخل إسرائيل، من يريد الذهاب إلى الهدنة أو الاتفاق، ومن يريد الذهاب إلى عملية عسكرية في رفح رغم كل شيء. وبنيامين نتنياهو هو لن يستطيع أن يسلم نفسه للمعسكر الثاني، وهو معسكر غانس وإيزنكوت و لابيد، لأنه حتى إذا ما وافق على هذه الهدنة وذهب إلى هذا المعسكر يمكن أن يقوموا بالانسحاب وبالتالي إفشال الحكومة أو إسقاط الحكومة. وإذا ما يعني نتنياهو اليوم بين نارين، إذا ما ذهب إلى معسكر بين غفير وسموتريتش المتشددين الذهاب إلى عملية عسكرية، سيخسر جميع علاقاته مع دول الشرق الأوسط، أيضا علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون في مأزق. وإذا ما ذهب إلى المعسكر الثاني أيضا ربما أيضا بعد الموافقة على هذه الهدنة يتم إسقاط الحكومة، هو في مأزق حقيقي. الصحفية أمل معمي، جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات.